موريا تانية تمرمر الجزائر، مرمطتها الصراحة، مش تمرمرها بس، تسقيها المر في كاس كبير، مش تسقيها العصير، تسقيها المر في كاس كبير الصراحة، لأن يعني عملوا مباراة رائعة الصراحة، أقدموا مباراة رائعة، وزي ما تقول سبحان الله سبحان الله، والله سبحان الله، زي ما يكون ربنا عمل كده عشان يعلم الإعلام الجزائري ويعلم هدول اللي نقول إيه على رأس هذه الدولة، إن الاستقلال وإنك تستخف بالمنتخب أيا كان المسمى أيا كان هو مين، هذه قلة يعني قلة احترام الخصم مهما كان هو مين. شوف ربك سبحانه وتعالى عمل إيه، أول هزيمة ليك تكون من موريتانيا، تكون في الوقت اللي أنت عملت فيه كده واستخفيت بيه. بصراحة أنا أول مرة أشجع من كل قلبي موريتانيا، موريتانيا فريق يستحق التشجيع والله العظيم، قدموا مباراة. إيه يا جماعة الأهداف اللي ضاعت، وإيه فين أصلا الدفاع دي المنتخب الجزائر، وفين فين بلايلي، وفين الناس اللي بفلوس، فين محرز، فين فين محرز، فين محرز، فين الناس دي، ما عملوش أي حاجة بصراحة. أداء رائع من الشباب، رائع الشباب الموريتاني، وقمة الأخلاق، قمة يعني، تعرضوا لضرب كتير أثناء المباراة، شفنا في آخر المباراة لما راح بالكرة عند الراية، معلش يا جماعة الواحد من المباراة كانت صعبة جدا في الدقيقة الأخيرة، ولكن شوف قد إيه تجمعوا على اللاعب 3-4 لعيبة وضربوه والحكم ما حسبش، رغم كل التحكيم، التحكيم في المباراة صراحة كان هنقول متوسط يعني، ولكن كان بيتغاضى عن حاجات كتير وفاولات كتير لمنتخب الموريتاني، ولكن برضو خلينا ننصفه لأن هو ما يعني ما مشيش ورا التمثيليات بتاعت لاعبي منتخب الجزائر، سليماني وبليلي والمحرز بدأوا يقعوا في منطقة الجزاء، عايزين بيقول لك الفار كل حاجة يشاوروا على الفار، أهم حاجة إن هم يكسبوا، أهم حاجة يعدوا، لكن الحمد لله ربنا وفق لعيبة موريتانيا، أدوا مباراة رائعة يستحقوا عليها الصراحة التحية والتقدير، وأتمنى ليهم في المباراة اللي جاية كمان، حتى لو هيقابلوا مصر، والله حتى لو هيقابلوا مصر، هادوا لاعبين يعني يستحقوا التشجيع صراحة، تبارك الله عليهم، ومليون مبروك، مليون مبروك للشعب الموريتاني. انا عارف هتكون موريتانيا ده بقى مش هتنام النهارده، لان اول مره يصعدوا للدور الثاني في بطوله افريقيا، واول مره يكسبوا الجزائر، فيعني فرحتين في فرحه واحده، والف مليون مبروك، وان شاء الله نستناكم في المباراه الجايه في دور الثمانيه، في دور الستاشر ان شاء الله تقدموا مباريات رائع ان شاء الله، وتدوزوا لدور الثمانية، ولما لا تبقوا زي المغرب كده في كاس العالم لما راح الرابع، تبقوا على الاقل توصلوا المربع الذهبي في كاس الامم الافريقية. الف مليون مبروك، هارد لك للمنتخب الجزائري، هارد لك للشعب الجزائري، لمشجعين الجزائريين، ومليون مبروك لموريتانيا. سلام.